متابعينا متابعي اليوم السابع، اهلا بكم في بث مباشر مع العم عبد الفتاح، اقدم صانع جريد هنا في محافظه قنا. كان يعمل في احدى المحاكم، وهو اليوم على المعاش منذ فتره كبيره. معنا من خلال البث يعرفنا اكثر عن صناعه الجريد وعن كذلك صناعه السرير ومدى الاقبال عليه في الفتره الحاليه، رغم بلوغه سن المعاش في يعني منذ فترة كبيرة، إلا أنه مداوم على الصنعة ومتواجد هنا في مركز نقادة عائلة السريرية التي تشتهر بصناعة الجريد. أكثر من 3000 أسرة تعمل هنا في تلك الصناعة. يعني صناعة الجريد من الصناعات التراثية الذي اشتهر بها مركز نقادة جنوب قنا، ويعمل عدد كبير من الأسر هنا في تلك الصناعة محافظين على صناعة الجريد التي اكتسبوها من الآباء ومن الأجداد. يا عم عبد الفتاح، استأذنك نقعد هنا في الضلة ونتكلم شوية معاك. انت كده شغال في السرير ده من امتى؟ من امتى شغال فيه؟ من السبعينات. السبعينات يعني كده. شغال من السبعينات في الصنعة دي. من بعد 76 يعني من 76 77 زي كده يعني. مين علمها لك؟ المرحوم ابوي. والدي يعني مرحوم ابوي هو اللي علمها لي، علمنا السرعه وبقيت اشتغل فيه وبقيت اشتغل معه ويقول لي كذا وكذا وعلمها لي يعني. المكان هنا مشهور بصناعه السرير والكراسي. ايوه كل الاسر هنا بتعمل بيشتغلوا في سراير وكراسي وعادي، وقفاصه بتاعت الخضار والحاجات وقفاصه الروز اي حاجه من هال اي حاجه مطلوبه انتوا بتعملوها. طلعت معاش من فتره كبيره. انا طلعت معاش من سنه 2015. ولسه مداوم على الصنعه والتواجد هنا. شغال في الصنعه برضه بس يعني شغال في الصنعه. تمام. سرير زي ده ياخد معاك كام وقت علشان تخلصه؟ والله زمان غير دلوقتي، انما اذا كنت الكبر طبعا ده من امبارح ده شغال فيه يومين ثلاثه، اخذ يومين ثلاثه يعني يومين يعني يومين. طب والقفص اللي موجود وراك ده؟ ده قفص فريج. قفص فريج غير قفاصه في صغير وكبير، كل واحد يطلبه على حسب الطلب. على حسب الطلب، اعمل كبير صغير وخليه برضه اللي يجهزه ياخذ يشتري الواحد يعني. هاك كاسه بتاعت فواكه دكيتي مثلا تفاح طماطم دي اللي احنا شايفينها الاصغر. القفاصه دكيتي الاصغر اللي هي الفواكه والطماطم والحاجات اللي فواكه وطماطم خضار موز جوافه يعني كل حاجه قفاصه دكيتي. الاكبر دي بتاعت تربيه الطيور والفراخ طيب الحاجات اللي بتقطعها، الحاجات الموجوده في الارض دي بتبدا تقطعها ازاي؟ ممكن نشوف نفسي بدل ما بقعد كده افكر في الحاجات اللي اشتري نفسي الواحد في الصناعه واشتغل، وبعدين تبدا تشتغل الحاجه ايه
تتعب فيه وتعرق تبقى اسمك تبقى قرشك حلال. ان شاء الله اشتغل بالحلال تمام. ليه يبقى تعبان في الحاجة ياخذ فجرته يبقى تمام يبقى كلب الحلال. علمت الصنعة دي لحد من عيالك؟ ها؟ علمت لحد من عيالك؟ عيالي هم يعني فيهم من يعني بس مش ما فيهم يعني يعرفوا من الحاجة بس عيال ما قبل هذا زي ما تقول ما فاضيين في شغل اللي في الكلية اللي كان طب يعني ايه يعني قول لي معاك كام ابن ترتيبهم كده في كليات وفي مدارس؟ انا مخليهم كلهم خلوا كليات يعني علي اللي كان معاك ده كلية هندسة الأكبر منه خد دبلوم تجارة وخلص الجيش كمان وجوزه الأكبر منه الثاني أكبرهم أحمد برضه مخلص كلية وجوزه كل حاجة. جاء محمود اللي هو كلية التمريض أصغرهم يعني أحمد ومصطفى وعلي ومحمود وبنت واحدة. علمتم يعني كنت شغال في الصنعة وبرضه علمتم وانت شغال في الصنعة؟ انا شغال في الموظف وفي الصنعة علمتهم كلهم علمتهم التربية خذوا كليات وكلهم خذوا كليات الحمد لله. يعني ايه الادوات اللي انت بتستخدمها؟ هذه الحاجات دي أدوات بسيطة للتقطيع وللتخريم. شري من الناس بتاعي ناس من طب والجريد اللي احنا شايفينه؟ الجريد برضه الناس تجيبهولي النفر يشتري الناس تاعي تجيب برضه تبيع الجريد والناس تشتري الكل يشتغل لي كل حاجة. ساعة الشري أنا لوحدي برضه اشتري واشتغل. طب بتبدأ يومك من إمتى؟ يعني يومك بتبدأ يومك إمتى؟ يومك هنا بيبدا امتى؟ يوم في الصنعة. شو بتشتغل من امتى ولامتى؟ لا اشتغل على حسب نيتي مش شرط ما عنديش مواعيد انا يعني ممكن اكون في الصبح بعد ما اسلم تمام وكل حاجه في الصبح تمام اجنبي اشتغل اقعد بغير مثلا العشاء بعد العشاء مش اشكال عندي. الساعه يوم بس معي شغل بقعد فاضي تمام شنو معي يعني يعني ما فيش ليه براحتي عشان بحريتي انا مش انا ما مثلا حاجه زي كده عاد اقول له حاجه لذلك ما اديكش يجي نفر يقول لي الجين معاد اقول له ما اديكش معاد ما اضمنش اللي يحصل معاي اي انا اخذ مثلا رقم تليفون اقول اكتب لي رقم تليفونك عشان اخر ما خلصت لك الحاجه ارن عليك اقول لك تعال خذ حتى خلصتها لك. بتخلص على حسب موعدك انت حسب ما قدرتك يعني حسب ما ربنا يسهل انما عشان حد موعد لا ما اضمنش ايه الحاجات اللي شغالين هنا فيها تاني غير السراير؟ ما هي السراير وباشا وعلى كل الحاجات يعني اشتغلوا السراير ما فيش حد يعني انا اخواتي هنا جماعه واحد ثاني وفي من البيت لا يروح يسرح باقي الناس ابنا مش من معي برضو خالتي هناك برضو بعد هناك برضو بشتغل زي برضو وعقبنا قاعدين غير على البحر اللي هناك اللي عند العباره شريان هناك كلهم ضربات يعني هنا كل الاسر اللي موجوده في المنطقه دي شغاله في صناعه الجريد بس هم كم بيت هناك بس اللي شغاله في الصنعه لما باقي البيوت الثانيه دي مش تبع الصنعه مش تبعنا اللي هي العائلات الثانيه مش تبعك بس احنا يعني ما عارفين يعني هالمنطقه دي كده البيوت دي كم بيت هناك وخلاص بعد كده الباقي كله قاعد هناك على البحر. طيب ما فكرتش انك يعني تجي في يوم وتقول انا تعبت ومش هكمل في الصنعة؟ ما فكرتش تقول انا خلاص مش هكمل؟
لا بدي معي شغل اعميه، لا ما لا مش عايز اشتغل، ولا اقول له مش حاشتغل النهارده، انا خلاص حقعد بس فاضي، عشان كنت لاقي نفسي تعبان هنا، اريح شوي عشان ابقى مرتاح، وهذا كمان مثلا عاوز الراحه، تبقى لازم تريح كده عشان بيتعب الواحد، يعني الواحد لما يشتغل بيتعب. هذه المدام يعني في ايام شغال فيها. هذه المدام ذم العيال، ربنا يديها الصحة. صاحب عيلتي، صاحب عيلتي، ربنا يديها الصحة يا رب. انا عارف في الكلية. يعني متابعينا، كنا معكم من هنا في بث مباشر مع العم عبد الفتاح من أقدم صانعي الجريد هنا داخل محافظة قنا، مدام يعني يحافظ على الصناعة ويحافظ على صناعة السرير الذي يقبل على شرائه المواطنين، يعني رغم قدم الصنعة، وهي صنعة تراثية اشتهرت بها مدينة نقادة هنا جنوبي المحافظة.